حنأخذ مقطع الآن لأحد مشايخ السودان دخل إلى ليبيا من 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 تنظيم القاعدة. لديه مقطع، احنا درنا مونتاج للمقطع باعتبار مزجنا محاضرته في ليبيا في طرابلس مع خطبه له في جمع في السودان، وبعد ذلك سنشاهد ماذا يقول هذا الشيخ. تبعتم في هذا المكان من اجل ان توجهوا رساله للكفار والمشركين في بلاد الاسلام، وهي ان اسامه بلاد اخونا وولينا. يقدر يقول ما سروري، انا عندي شنط بتاعت حديد تدين عبد الحي يوسف وكل من معه من السرورية ودعاة الفتنة في هذه البلاد وفي كل العالم. شنط بتاعت حديد، والله يجب أنا عبد الحي إلا ترحل تمشي قطر ولا تمشي أي دولة أخرى. أوعك تفتح بوزك. عرفتك كلامي أنت ولا ما عرفته؟ أوعك. خطب خطبة قال فيها كلمتين، وده اللي بيهمني من الخطبة، كلمتين بس اللي بيهمونا كلمتين. الكلمة الأولى قال في فتنة دينية في هذه البلاد السودان، وقال بلدنا السودان تنعم بالأمن والاستقرار. والله ده من أعجب الأشياء في هذا الزمن، إنه عبد الحي يوسف بقى يتكلم عن إنه الأمن ذات نعمة، وهو الأفتى بالتفجيرات. فيما مضى لما ما كان عندهم سلاح، ما عندهم إلا سلاح الإيمان، الواحد بيربط حزام ناسف يعني على يعني خاصرته ويدخل في مجموعة من اليهود ويفجر نفسه. هذه يعني اختلف فيها أهل العلم المعاصرون، والذي يعني أفتي به بأن هذه عمليات استشهادية مباركة صاحبها إن شاء الله إن أخلص النية لله هو في أعلى علية وفي جنات النعيم. تقدر تكذب يا عبد الحي؟ تقدر تكذب؟ قناتك كاملة نزلناها كلها فيها تكفير وتفجير وإباحة للتفجيرات وقتل الأبرياء. عبد الحي يوسف صورة وصوت بالفيديو تتكلم عن نعمة الأمن الليلة. أنت منو الأفتى ناس مصر؟ إنهم يطلعوا الميادين عشان يحصل القتل وسفك الدماء واغتصاب النساء وقتل الأبرياء، منو غير عبد الحي يوسف والقرضاوي قرض الله أذنيه ولسانه والعريفي وسلمان العودة وغيرهم وغيرهم. قال الحمد لله على نعمة الأمن. ها موضوعك شنو أنت عبد الحي؟ قال في فتنة، قال بيتزعموها طائفتين متطرفتين. الطائفة الأولى قال نحن شباب، قال سفهاء الأحلام، كلامه أنا كتبته بالنص وده موجود عندي، سفهاء الأحلام وحدساء الأسنان ومتطرفين إلى آخر ما قال هذا الرجل الذي لا يخاف الله سبحانه وتعالى في ألفاظه ومنهجه وكلامه. قال ينتحلون مذهب السلف. وعلى رأس هؤلاء طائفتان من الناس، الأولى قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يدعون أنهم دعاة إلى الله عز وجل وأنهم ينتسبون إلى طريق السلف، يتناولون الناس بألسنة حداد في سوء خلق وقلة حياء وفقدان أدب ومخالفة للأعراف. تكلم عن السلفيين اللي هو نحن، نحن سلفيين ونفتخر. عرفت كلامي؟ ده منهج السلف جوا عينك، جوا عينك يا عبد الحي، لأنه أنت تبريت سنة 2003 زي ما جاء في جريدة الشارع السياسي، اتبرأت من منهج السلف. انت عارف السلف منو يا عبد الحي؟ تعرفهم؟ السلف دال هم القرون الثلاثة المفضلة زي ما قال العلامة الإمام الفوزان، وإن رغم أنفك وأنف محمد سرور قبحه الله دنيا وآخرة، الذي هلك قبل شهور. أجبت لنا هنا في الخرطوم في زيارة سرية ثلاث مرات عبد الحي يوسف، محمد عبد الكريم، وعلى الدين الزاكي، والطرنقة على البجايدين. عرفت كلامي؟ وكشفوكم ناس الصحف، كشفوكم ناس الصحف، وكل الوثائق موجودة عندنا بفضل الله جل وعلا. قال شباب سلفيين ينتهجوا منهج السلف، قال ديل يعني غلو، ودي ألفاظ وأقرأ لك بالنص. قال هناك أيادي خبيثة تريد أن تزرع الفتنة، إلى أن قال، وأنا جبت أهم كلام عنده لأنه في كلام حشو كثير، كلام حشو كثير داري خمبي جماعة، مكيفات ضاربة وكده. تعلينا في الحرف الدلجة دي،
عشان أوريك الحاصل كويس. قال ينتسبون إلى طريق السلف، إلى السلفين يعني نحن، قال ويتصفون بسوء خلق وقلة حياء وأدب وفقدان حياء، لكن أيادي خبيثة، وأنهم ينتسبون إلى طريق السلف، يتناولون الناس بألسنة حداد في سوء خلق وقلة حياء وفقدان أدب. وطوالي شوف زود ذاك الضاب ومتناقض كيف طوالي بعديها. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عف لسانا وبذاءة اللفظ ليست من الإيمان في شيء، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يخاطب الكبير من كفار قريش بقوله يا عم يا عم، ما طعن أحدا في عرضه ولا أساء لأحد في أبيه ولا أمه ولا وجه لأحدهم لفظا نابيا ولا كلمة قاسية، بل كان صلى الله عليه وسلم أعف الناس لسانا. طيب انت قلت قليل الأدب واحد، قلت سيء الخلق اثنين، قلت قليلين الحياة ثلاثة، هذا ده شنو؟ ده قلت بإذنك ولا بلسانك؟ ولسانك ليه ما بقى عفيف؟ تناقض. الأخوان المسلمين ده الأكثر ناس متناقضين على وجه الأرض. قال ولا وجه لأحد ولا وجه النبي صلى الله عليه وسلم لأحد لفظا نابيا ولا كلمة قاسية. أهذا شنو يعني؟ لما تقول نحن قليل الأدب دي بيسموها شنو؟ كلمة قاسية ولا كلمة ظريفة؟ في مصطلح الناس أي زول الجاهل والعالم زول قال لك انت قليل الأدب وقليل الحياة ويقول لك لا لابد تكون لفظك يعني لفظي جميل لأنه النبي ما وجه للإنسان لفظة نابية، ده 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 احتيال ولا ما احتيال؟ تناقض ولا ما تناقض؟ كذب. بعد ذاك مشى قدام قال والطائفة الثاني بعد ما ذكر السلفين، وهنا في جريدة الشارع السياسي قبل ما أنسى 2003 دول حي قال لي انت سلفي، قال أنا ما سلفي، يتبرى من منهج السلف، ما سلفي، ولو وجدت جماعة باسم السلفية فلست واحدا منها ولا منتميا لها. لكن لما جاءت المظاهرات العام، ولا ناس عبد الحي قبل شهر من الآن بالضبط تقريبا في موضوع قضية قفل المسجد الأقصى، عبد الحي طلع ورافعين العلم والشعار مكتوب فيه جماعة الإخوان المسلمين، وعبد الحي لابس الشعار بتاعهم وواقف قدام، وانكشفت القضية وانتهت اللعبة. ما داير منهج السلف، وهو من حزب الإخوان المسلمين المفسدين في الأرض، ودي أسوأ جماعة في تاريخ العالم الإسلامي المعاصر، دمرت الدين وأساءت إلى الإسلام وأفسدت بين صفوف المسلمين وضيعت القضية الأساسية قضية التوحيد في أكثر بلدان المسلمين، هم جماعة الإخوان المسلمين، وهم سبب في قتل الرجال واغتصاب النساء وسفك دماء الأبرياء وذبح الأطفال الأبرياء، هي جماعة الإخوان المسلمين. عبد الحي يقدر ينكر الكلام ده؟ يقدر ينكر الخطبة الخطبة في شأن موضوع سوريا وحرض الشعب السوري والشباب المسلم في العالم كله إنه يمشوا لسوريا ويجاهدوا، فخرج بعض الناس سمعوا كلامه خرجوا على حاكمه بغض النظر إنه كافر ولا ما كافر، لكن حتى الحاكم الكافر ما بيجوز الخروج عليه لشعب بريء ما عنده ولا سلاح ولا طبنجة في يده شايلة، ما ممكن يا أخي، شعب بريء طيب مسكين يدينه بيضاء فاضية من الأسلحة، نقول لهم هيا أخرجوا على بشار الأسد عشان يضربهم بالسلاح النووي والسلاح الكيماوي. منو الفاعل ده؟ عبد الحي يوسف واحد في السودان، اثنين سلمان العودة في السعودية، ومحمد العريفي ده كمان قال لهم الملائكة ذات نزلوا قاتلوا في سوريا. وحدثوني، حدثني أحدهم عن ولده وهو شيخ كبير وقد استشهد ولده، حدثني عن ولده قال خرج ولدي يوما فأصيب فرجع إلينا وجعلنا نحاول أن نعالج إصابته، يقول فإذا بمجموعة من الزبانية يدخلون علينا ويضربون الولد، يقول وكانوا يكررون من الخيالة البيض الذين معكم، من الرجال البيض الذين كانوا يركبون خيولا بيضا
أين هم؟ اعترف من هم. يقول يا شيخ والله لا كان معهم خيول ولا رجال بيض إلا أن تكون ملائكة من السماء. ثم استشهد ولده بعد ذلك. شوف الكذب، نفس كلام التراب اللي قاله هنا زمان لما كان قاعد في البلد دي وبيبرتع قبل ما يدوش اللوت في نص راسه طلعوا برا الحكومة. الجماعة بتاعنا الجنوب يقول لهم والله شممت رائحة المسك ورأيت الحور نزلا في واو. بعد ما دش اللوت في نص راسه طلع برا قال ما في حور عين بل هو حور في العين. وفي جماعة أخوات مسلمات قعدات قدامه قال لهم عين كده لقاهم كتار النساوين عجبته اللمة دي قال لهم أنتن الحور العين جدعة وهمة بشكل قلبة. الجماعة الإخوانيات الله أكبر كبروا زول مجرم وزول محتال زول عريف. قال لهم الملائكة ذاتهم جا في سوريا سألوا الشيخ الفوزان على الموضوع ده إنه العريف قال الملائكة قاتلوا في سوريا ما رأيوا فضيلتكم رجل إمام الشيخ الفوزان حفظه الله. قال دول الشياطين جم وقالوا دول الملائكة نعم جيب غيره. فضيلة الشيخ حفظكم الله يقول خرج داعية في إحدى خطبه يقول إن الملائكة نزلت في سوريا وخرجت مقاطع فيديو للملائكة هناك فما هو تعليق سماحتكم؟ نعم. يقول حفظكم الله أن داعية يقول في إحدى خطبه إن الملائكة نزلت في سوريا ما شاء الله. نعم. وخرجت مقاطع فيديو للملائكة هناك أخذت خرجت مقاطع فيديو للملائكة خرجت نعم مقاطع فيديو إيش للملائكة في سوريا يعني يصورونهم ما شاء الله. ايه يمكن شياطين جو قالوا دول ملائكة. نعم. أهل سوريا فيهم خير إن شاء الله وفيهم صلاح وهم مظلومون بلا شك ومعتدا عليهم لكن نزول الملائكة ما حصل إلا للرسل مع الرسل عليهم الصلاة والسلام قد ينزلون مع المؤمنين الصادقين لكنهم لا يرون. من اللي يراهم يقول نزلت الملائكة؟ ما حد يراهم. نعم. موضوع انتهى. وانت عرفتهم كيف ملائكة؟ بعدين الملائكة لو جاء في سوريا انت تلقى المقاعدك في القصور في السعودية شنو يا عريفي تنطط بحواجبينا في القنوات الفضائيات المقاعدك شنو انت؟ سؤال. المقاعدك مرتاح 24 ساعة مرتاح مرطب مكيفات ضاربة 24 ساعة. هناك مش في جهاد؟ هناك مش في الجنة؟ هناك الملائكة ذاتهم بجبريل نزلوا انت المقاعدك شنو ما تمشي تنزل. يا جماعة الغريب إن دعاة الفتنة دير كلهم دول حي يوسف محمد عبد الكريم سلمان العودة محمد الأمين إسماعيل عايد القرني عوض القرني غارب المغامسي كلهم واحد فيهم مشى جهاد ما في واحد فيهم يتدرب في معسكر خدمة وطنية 45 يوم ما في. نحن اللي تدربنا والله وقفونا إدارة الواحد لما انصلعته تسيل مدة في شمش مدة وده المرطبين قل لك هؤلاء السلفيين ما عندهم جهاد يا ولد انت عندك جهاد ما عندك جهاد. سلفيين ده بيجاهدوا هنا بيجاهدوا هنا في الدعوه بيجاهدوا في اي مكان ولو وجد جهاد بالسلاح لكن جهاد بشروط الشرعيه حسب القران والسنه مو جهاد افساد بتاع عبد الحي وبتاع السرورية وبتاع التكفيرين جهاد شرعي. والله اول ناس تلقانا قدام السلفيين اول ناس واقفين في مجتمع وفي أي مكان بيتكلموا يدعو إلى الله ويصبروا على الأذى من الصوفية ومن التجانية ومن الختمية والقادرية والسمانية ومن الإخوانية ومن السرورية ومن الداعشيين ومن الجميع يصبروا على الأذى دل اللي بيصبروا على الجهاد. وتجد تقول لي أنت بتجاهد تجاهد شنو؟ أنا أتحداك أنا أصنع لك نبلة تعرف نبلة؟ أديك ليه أقول لك أضرب الله أضرب اللوري ده تقول لي تجاهد تجاهد شنو يا مجرم؟ محتال عرفت كلامي؟ واكبر دليل على احتيال هؤلاء الاخوان المسلمين والسرورية ودعاة الفتنة لما انطلعوا المظاهرة ناس عبد الحي يوسف المسجد الاقصى قفلوا ولا بد يفتحوا. ارجو رسالة الى حكام المسلمين اقول لهم اتقوا الله استحوا من الله استحوا من الله. الله جل جلاله سائلكم عن المسجد الاقصى فماذا انتم قائلون؟ يا من وضعتم أيديكم في أيدي أعداء الإسلام وأهله ماذا ستقولون لربكم يوم القيامة؟ عما قريب سيزول ملككم ستذهب رئاساتكم
ماذا تقولون لربكم جل جلاله إذا ذهبت عنكم الدنيا؟ الملك سلمان ضرب تلفون واحد حفظه الله جوا عينك يا إخواني، حفظه الله تعالى، ونحن بنشكره ما طمعانين في حاجة عنده، ما في مخلوق عنده لنا حاجة، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، لكن بنشكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لم يشكر الله من لم يشكر الناس. فضرب تلفون واحد الملك سلمان حفظه الله، ضرب بفضل الله عز وجل فتح لهم أبواب الأقصى للمسلمين. الأخوان المسلمين قام غضبوا، بقى يشتموا في الملك سلمان، ليه ليه؟ لأنه زي ما جاء في كتاب الأخوان المسلمين أحداث صنعت التاريخ، حقهم كتاب، حقهم ما حقنا، كتبهم ما كتبنا نحن، طبعهم ولا نحن، باعهم ما نحن، في شنو في الكتاب؟ قالوا كل ما يفلسوا الأخوان المسلمين بيرفعوا شعار قضية الأقصى، المسيرة الإسلامية الكبرى الغاضبة، نندد وندين ونشتب ونستنكر قضية الأقصى، صناديق قلت لك صناديق قدر الحفلة دي، ساهم معنا وشارك معنا. بعد 4 أيام تلقاهم راكبين لاند كروزرات، ده الأقصى الكروزر ده الأقصى. قالوا كل ما نفلس، براهم قالوا ما نحن، قالوا كل ما نفلس بنرفع شعار قضية شنو؟ الأقصى. عشان كده لما الملك سلمان ساهم في ذلك بارك الله فيه وفي عمله، غضبوا الأخوان المسلمين وشتموا الملك وشتموا هذه الفعلة الحسنة التي يرضاها كل مؤمن. والله يا إخوان ويا أيها المسلمون هنا وفي جميع العالم، ما في جماعة أفسدت كثيرا من المسلمين وتسببت في المشاكل والفتن والبلايا والتفجيرات والتقتيل والتشريد زي جماعة الإخوان المسلمين. عشان كده حتى شيوخ الليلة ما بيقول لك طوالي أنا إخواني عبد الحي يوسف قاعد في البلد دي سنين عددها، بعد ما طردوه كان في الإمارات الدوش اللوت، طردوه سنين عددها، ما قال أنا إخواني إلا قريب طلعت الحمد لله رب العالمين، سنين مدسوس. محمد حسان ومحمد حسين يعقوب سنين، بل ده قالوا إحنا سلفيين عديل، واحدين تانين قالوا إحنا حزب النور السلفي، ودي الأخوان مسلمين، لكن اسم سلفي ده جابوا له سببين. السبب الأول لأنه اسم الأخوان المسلمين بقى أخبث اسم، زي الحزب الشيوعي بقى اسم خبيث، بقى يقولوا جبهة ديمقراطية، يقولوا حركة حق، حركة القوة الديمقراطية الحديثة والجديدة، ده البقى جاي اسم الأخوان المسلمين بقى شين، واحدين بقى يقولوا سلفيين لأنه الاسم شين، ده السبب الأول. السبب الثاني استجلابا للدعم من بعض البلاد التي تدعم بعض السلفيين في بعض البلاد الإسلامية الأخرى، فقالوا إحنا سلفيين لله يا محسنين، مدوا يدينهم عشان يدفعوا لهم، ده كل الموضوع. لكن شوفوا ربنا فضحهم كيف سبحانه وتعالى، والله ربنا فضحهم فضيحة عجيبة جدا عجيبة. قال شنو عبد الحي؟ قال والطائفة الثانية، قال الطائفة الثانية برضو المتطرفة، قوم ينتسبون إلى التصوف زورا، يريدون أن يغيروا الثوابت يعني المناهج الدراسية، قال وأن يفجروا الأوضاع، والتصوف من هذا المسلك براء. الطائفة الثانية قوم ينتسبون إلى التصوف زورا، والتصوف من هذا المسلك براء. التصوف الحق الذي نعرفه تصوف العباد الزهاد، تصوف أبي القاسم الجنيد والسري السقطي وسهل بن عبد الله التستري. يا جماعة ده ما احتيال، الناس اللي قالوا ما دارين توحيد في المناهج الدراسية السودانية ديل منو؟ ديل الصوفية. ما ممكن تقول ديل ما صوفية بس انتسب ساكت، وده ما بمثل التصوف الحق، والله ده احتيال وده إجرام. والنفس الكلام ده قال ود البلة بتاع أنصار السنة المركز العام ومناهجهم كلها واحدة، مركز عام إصلاح عبد الحي سلمان العود العريفي كل
كله مناهجهم واحدة النازل ده الأخوان مسلمين كلهم أخوان مسلمين لابد تعرف الحقيقة دي انت وما سلفيين والسلفية منهم براء وهم بريئون من المنهج السلفي الصحيح أبدا والدلبلة جابوه في مناظرة مع الخنجر والخنجر طبعا حريف جدا لقى جماعة دي الحمام ميت لقى يطق البيو كل ما يجيبوه في التلفزيون لمناقشة قضية في التوحيد أو نشر إلى الكفر والشرك القاعد ينشر الخنجر الصوفي يقول لهم بس ود البلة عليكم الله يجيب ود البلة كل مرة انت ما تجربنا شوية عشان نطرشك التلفزيون ده شت والله تاني بإذن الله ما تجي في التلفزيون ولا في الراديو ولا تجي سوق الخدار ما شفت عمك اللي كان شغال بجاي طبش ولا ما طبش بفضل الله جل وعلا لكن الخنجر حريف بيعرف يختار منه يعرف يختار منه قال دار ود البلة جاب ود البلة ود البلة والحاجة هرب ذاته هرب الطائرة توم ما طبعا زول في النادر يمرر شغلته جايب ثلاثة كراسي كرسي للخنجر خنجر قاعد يعمل كده أنا ما أربط لو ليه زي الصارقيل والطائرة توم قاعد في الكرسي الثاني والكرسي الثالث جايبين لون الكرسي أحمر عشان يكون ظاهر للمشاهدين وجايبينه فاضي وقالوا ده كرسي ود البلة المفروض كان يجينا ممثلا صار السنة فضيحة ولا ما فضيحة دقوا له تلفون قالهم الله معليش المفروض كان اجي وكلموني مداخر وانا الان مسافر افتقدناك يعني داخل الاستوديو والله يا اخي لا والله خير انا حقيقه بس يعني علمت متاخر وكنت على سفر يعني وما زلت والله انا لو مسافر لكوكب زحل وسمعت انه الخنجر ده جاء التلفزيون بنزل بباراشوت او هليكوبتر في راس التلفزيون وراس الخنجر ذاته جوه التلفزيون اركله فوق الترابيزه ذاته عرفت كلامه ولا ما عرفت محتال مستقبل قال لهم انا الان والله عندي بعض الحاجات دي شنو اهم من دعوه الله الحاجات دي شنو اهم من دعوه التوحيد والدفاع عن التوحيد هي شنو دار نعرف دي الاهم من دعوه الله دي شنو المسافر ليه كذاب قال والان انا مسافر قالوا له خلاص تشارك بالتلفون الخنجر قام الطائره توم قال له يا ود البله قال له يا ود البله طبعا الصوفيه قالوا ما دارين التوحيد في المقررات ودار يحذفوا ده خلاصة الكلام أنا بديك له ودارين يحذفوه كده وكده ما رأيكم كجماعة أنصار السنة ود البلة قال نحن بنعرف شيوخ الصوفية كلهم وبنعرف الطرق الصوفية كلها والصوفية ما طالوا بالكلام ده بحسب التوحيد قال بجهات خارجية الإشارة إلى موضوع الفتنة باعتبار أنه هناك أيد خفية ومن خارج السودان وجاءت وتكلمت في موضوع المناهج وصرحت في مناظر عامة فبالتالي من هنا يعني المقاصد العامة والقضايا الكلية التي تشير إلى هذه ما في ذلك شطيدة خفية الجماعة الطرق الصوفية دكتور محمد تحتاج على هذه المسألة وده طرق صوفية سودانية معلومة ومشايخة معلومين شنو تدخل الأيدي الخفية في حذف الدرس لكن الطرق الصوفية والقيادات المعروفة مشايخ الطرق الصوفية وكبار رجال الطرق الصوفية لم نسمع منهم رأيا سالما في هذه المناهج الطائرة التوم والخنجر بقى يضحكوا فيه الخنجر طيب قاعدين ليه يبيع ترمس وجاي هنا عشان ما دائرة التوحيد دائرة الشرك عشان كده جاي هنا تقول دي ما الصوفية دي جهات خارجية وده نفس انا دار اربط لك عشان اوريك انه نازل واحد كلهم اخوان مسلمين نفس كلام محمد الامين اسماعيل في مولد الخليفه ام درمان لما الصوفيه فلقوا خيمه انصار السنه بالحجار اهو ده جيش الصوفيه وده انصار السنه كانوا قاعدين 90% جروا 10% دعووا اهو ده الصوفيه فلقوا فيهم والوقت داك نحن لسه معاهم شويه كده سوقنا طلاب الجامعات قريب 500 طالب بالحفلات مشينا ثاني يوم المولد خيمة أنصار السنة قلنا يا أخي ننصرهم الوقت ذاك وقفنا حرسناهم حاوطناهم إسماعيل عثمان جاء أول كلمة قال الصوفية أخواننا وما عندنا معهم مشكلة محمد الأمين إسماعيل سألوه قالوا لي ضربوكم في المولد ديل الصوفية قال لا ديل الشيعة النازل يا جماعة النازل بيغشوا في منه يخادعون الله وهو خادعه
دال دار يخدع الله ويخدع الذين آمنوا. لكن والله نازل من أكذب البشر على وجه الأرض. والآن ربنا كشفهم لنا بفضل الله جل وعلا. ده الحي يقول لك قال الناس اطالوا بحسب التوحيد، قال ديل ما بمثلوا التصوف الحق. هو ده التصوف الحق ذاته. قال التصوف الحق هو تصوف قال الجنيد أبي القاسم الجنيد والسر السقطي وفلان. الجنيد وينه؟ وينه الجنيد؟ الجنيد الآن وين؟ ومنو قال لك الجنيد؟ قال أنا صوفي. ده برضو سؤال، ده برضو سؤال ليك عشان ما تكذب على هؤلاء العلماء. لكن الجنيد الآن وينه؟ أين هو الجنيد؟ هل الطريقة التجانية الليلة بتمثل الجنيد؟ هل الطريقة السمانية؟ الشيخ مالبوراي بيقول دعني وصاحب سادتي وأماشي دوما على رغم الحسود الواشي. شوف الكفر والشرك ده كيف. وأزورهم دوما طالبا بركاتهم وأنا لديهم خاشي، ما مسني سوء وجئت رحابهم إلا وعني ذاهب متلاشي. هم عدتي عند الشدائد كلها، هم موئل يروي لكل عطاشي. وده شرك، لأن ربنا يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. التجانية بمثل الجنيد الليلة. أحمد التجاني قال عنده صلاة اسمها صلاة الفاتح أفضل من القرآن أو تعدل القرآن الكريم 6000 مرة. قال اللي بيخدم ويبقى له خادم مرة ولا راجل، بيت شابة ولا عجوزة، اللي بيخدم أحمد التجاني يبقى خدام له 24 ساعة. قال يدخل الجنة ولو مات على الفجور. كتاب جوهر المعاني أماني في مناقب أحمد التجاني. يا تو البرهانية الشيخ بيقول أنا الله. هل ديل الآن بيمثل الجنيد؟ فهذا كله احتيال ونصب على الأمة. عشان كده عبد الحي ذاته الجاي تاجر بالقضية دي ويقول التوحيد لا تحذفوه. عبد الحي نفسه المشى زار كبار الطواغيت بتاعنا الصوفية في شرق مدني، كبار الطواغيت مشى زاره وحضر النوبة الذكر وقال لو جينا نتعلم منكم. يا أليس لهم وجوانا ده عبد الحي يقول للطاغوت الصوفي ده جينا نتعلم منكم العلم. وده نفسه عبد الحي يوسف لما سألوه عن التصوف، دي كلها وثائق موجودة يا جماعة عندي، سألوه عن التصوف ما رأيك في الصوفية أضلال أم على حق؟ قال للسائل أنت مالك السؤال غير ده تسأله؟ قال له والله أنت بتسأل والله زيدة. قال له أنت بتسأل أسئلة عجيبة ذاته، قال في أمور عجيبة. قال له يا أخي أنا أنصحك، طبعا بتوضح له كده رغشه. أنا أنصحك. هتنصحك بشنو يا دكتور؟ أنصحك بأنه قال ربنا في القبر ما حيسألك من صوفية ولا حيسألك من سيد قطب ولا حيسألك من ابن تيمية وابن الغيم. شو المساواة بين ابن تيمية وبين سيد قطب؟ كيف مساواة؟ وده زول سافل سيد قطب، ده مبتدع أقرب إلى الكفر منه إلى الإيمان، يساوي بابن تيمية وابن الغيم. قال لي ربنا حيسألك 3 أسئلة. حيسألك من ربك وما دينك؟ عمل له بيده كده. وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيه؟ ما رأيكم في التصوف والصوفية؟ وهل ابن تيمية وابن القيم من الصوفية؟ والله يا أخي أنت شغال بموضوع عجيب جدا يا أخي. ما تسأل عن الأشخاص الله يجزيك الخير، لأن الأشخاص لن يسألك الله عنه. ابن تيمية وابن القيم كانوا من الصوفية ولا كانوا من غير الصوفية، لن يسألك الله في قبرك. سيسألك 3 أسئلة: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي
بعث فيكم بس. محمد عليه الصلاة والسلام حذر من أهل البدع ولا ما حذر؟ حذر من أي طائفة لم توجد في زمانه ووجد وستوجد إلى يوم القيامة، كلهم حذر منهم بالجملة، صوفية، نقشبندية، سرورية، إخوان مسلمين، حزبيين، كلهم حذر منهم. وين؟ عند أحمد في المسند بإسناد صحيح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي. لا قالوا دي ما قاصدنا نحن. طيب سؤالي يا عبد الحي ويا محمد الأمين إسماعيل ويا العودة وغيركم، أنتوا أحزابكم دي من أمة الرسول ولا برا أمة الرسول؟ لو قالوا برا معناته كفروا نفسهم وتغبل الله، لو قالوا من أمة الرسول جواه الرسول قال: وستفترق أمتي، ابقى جوه هنا أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي الواحدة؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول وأفضل وأعلم من حذر من هذه الفرق التي تسمي نفسها إسلامية، لأنه قال أمتي أمتي، عرفت كلامي؟ حذر منهم كلهم. فعبد الحي بعد ذاك تكلم، الصوفية عندهم خير وعندهم شر، اللي هو المنهج بتاع حسن البنا، نعمل سويا فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. طيب بعد ذاك قال هذه البلاد، قال هؤلاء وهؤلاء ناشطون من أجل أن يفجروا الأوضاع في البلاد، نحن وناس الخنجر أهانا فجرها كيف؟ قال هذه البلاد منذ أن قام الناس فيها جماعات وأحزاب وكلهم إخوة، لكن أيادي خبيثة تريد أن تعبث بأمن هذه البلاد وأن تفجر الأوضاع فيها، تجانية، أخوان القادرية وقادرية أخوان أنصار السنة، وأنصار السنة أخوان السرورية، والسرورية أخوان التبليغ، كله قال واحد. دي ما دعوة الأخوان المسلمين؟ دي دعوة الأخوان المسلمين. ونرد على بآية واحدة في كتاب الله، ربنا قال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ نحن ما واحد، نحن وحزب عبد الحي الإخوان ما واحد، ذاك حزب إخواني يدعو إلى المظاهرات والتفجيرات ويثني على كبار الإرهابيين والدجالين والخوارج والمجرمين كثنائه على بن لادن. والعبد الحي ما قال لما الناس في ميدان المولد 18 نفر وقاعد يخطف فيهم أسامة أخونا وهذا المقام مقام رفع صوت، يعني قال لهم كبروا زلق لهم جماعة الله أكبر، وإن أسامة بن لادن قد فعل بالكفار وا 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 الله أكبر. أقول أيها الإخوة الكرام، جئنا إلى هذا المكان من أجل أن نحقق غاية شرعية مفادها أننا ندين الله عز وجل بأن قتيل الأمس هو أخونا. ندين الله عز وجل بحبه، أخوتنا معه أخوة المسلم للمسلم، والله لا يفرح بموته ولا يشمت بموته مؤمن أبدا، بل المؤمن يشعر بأن هذا الرجل قد جاهد في الله حق جهاده وأنه كان شوكة في حلوق أعداء الله وأنه كان شجا في حلوق المنافقين ومن يكرهون ما أنزل الله. يا أيها الإخوة الكرام، اجتمعنا في هذا المكان من أجل أن نعلن أخوتنا لقتيل الأمس ويلقبونه بأمير المؤمنين، فما توجيهكم لذلك؟ هذول هم الشياطين، هذول هم الشياطين، ابن لادن شيطان خبيث
ابن لادن شيطان خبيث خارجي لا يجوز لأحد أن يثني عليه، ومن أثنى عليه فهذا دليل على أنه خارجي مثله، من أثنى عليه فهذا دليل على أنه خارجي مثله. التكفير، التخريب، الإرهاب. لن ننسى جرائم تنظيم القاعدة، كفروا ولاة أمرنا ورجال أمننا. إن طواغيت الحكم الجاثمين على صدر الأمة في جزيرة العرب هم كفرة مرتدون، هم كفرة مرتدون. لا شك أن هذا التنظيم لا خير فيه، ولا هو في سبيل صلاح وفلاح. يقول البعض إن تنظيم القاعدة المعاصر خوارج، وآخرون يقولون هم مجاهدون. إيش؟ يقول البعض إن تنظيم القاعدة المعاصر خوارج، ويقول آخرون هم مجاهدون، فما رأيكم؟ نعم مجاهدون في سبيل الشيطان. فما رأيكم؟ نعم مجاهدون في سبيل الشيطان. طيب انت مالي ما طلعت مع بن لادن؟ حق بن لادن ده جهاد؟ ليه قاعد في جبرة حي الدوحة؟ حي الدوحة؟ عرفت كلامي؟ صح فيها ناس طيبين، لكن فيها ناس مجرمين زي الأخوان المسلمين وأمثالهم والحزبيين وأشباههم. واحد تلقى منهم يا أخي قاعد مرطب جضو ملمم منديات زي الاستيكر بتاع الجلاكسي، قاعد مرطب ويقول لك هيا بنا للجهاد هيا، ويرجع يركب العمارة حقته. يا ناس ما تغشوا الناس، هالسارح مش في سوريا جهاد، مش في الصومال جهاد زي ما انت بتقولوا. أراح عبد الحي، أراح أنا علي التذكرة وأدق لك تأشيرة خروج من السودان بدون عودة، أطفش أمشي أمشي. ليه ما حصل عبد الحي مشى؟ يا أخي ولده والجرائد كتبت، أنا قلت الجرائد ومحتفظ بالجرائد لليل، عندي قريب 10 جرائد. قال ماشي الجهاد، قال ولده من حي الدوحة قال ماشي الجهاد، طلع خطب خطب وجاءه سكري وبقى ضعيف ولونه وبقى أصفر عنده أبو الصفير. والله العظيم يا أيها رجال الأمن أدركوا ابني. طيب أبناء الناس المشوا بفتاويك وبخطبك، شباب متطرفين، نوريك التطرف ده كويس وننجمك نجام عمرك ما شفته، والشغل ده العالم كله بيسمعه. عبد الحي يوسف يا أيها العالم دع الناس إلى التفجيرات، موجود في اليوتيوب حنرفع عليك مع الكلمة دي، العمليات الانتحارية قال جائزة تب. فيما مضى لما ما كان عندهم سلاح، ما عندهم إلا سلاح الإيمان، الواحد بيربط حزام ناسف يعني على يعني خاصرته ويدخل في مجموعة من اليهود ويفجر نفسه. هذه يعني اختلف فيها أهل العلم المعاصرون، والذي يعني أفتي به بأن هذه عمليات استشهادية مباركة، صاحبها إن شاء الله إن أخلص النية لله هو في أعلى عليه وفي جنات النعيم. ده عبد الحي، والحمد لله زمان كان يتكلم بالكتب يقول لك طبعت وقته، الآن بقى اليوتيوب بفضل الله زي ما فيه سوءات بقى فيه خيرات، كشف أولئك المجرمين. ما تعرفوا عبد الحي براو في الغنى حقته، دال آر دي آر عبد الحي يوسف غنى حقته، يرفع فيها الكلام اللي أنا بقوله ده كله صورة وصوت، صورة وصوت. فأين تذهبون يا سروري؟ بعد ذلك قال ينبغي على من والله الله الله الأمر أن يكف هؤلاء، نحن وهؤلاء الما بمثلوا التصوف الحق ديك، ونحن قال ينبغي على الحاكم أن يكفنا. شفت الكلام ده كيف بيحرج علينا الحاكم، والحاكم عارف دعوتنا دعوة واضحة، وقاعدين نرد على الخوارج. عرفت كلامي؟ وبنقول الخروج على الحاكم حرام، ما خوفا من حاكم ولا تقربا لمحكوم، دين دين نتقرب به إلى رب العالمين. وحديث نبوية، حديث نبوية قال النبي عليه الصلاة والسلام اسمع وأطع للأمير، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع.